جزاكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مطوعين الصعايب، يا منوخين الركايب، فعلكم يوم الحرايب لطامة العايل. نعم، لابت انفيع الأصايل، عزوة صفت قبايل، سيسوها الأوائل كل منهم له سهم. ملبوسنا ثوب الحشيمة وعقالنا رزة وهيبة، يا قطرنا يا العريبة ألف مليون ونعم. بلابة انفيع اعتزينا وحقنا الوافي خذينا، وإحنا سيسنا وبنينا وارتفع فوق العلم. وإحنا لا منا حربنا، وقفت صفة عربنا، دون عرضك يا بلدنا كلنا للموت دم. من قصد أرضك نزلها، من قصد أرضك نزلها، حب مسكانه وسكنها واختلط ويا أهلها، شعبها رمز الكرم. يا دار جدي ولابتي، أقسم قسم معشوقتي، اليوم رافع رايتي بالسيف أحارب والغلم. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير مشاهدينا. صح لسانك يا أبو مشعل، صح بدينك، ونعم بنفيع، ونعم قبائل هالقطر كلهم، كل قبائل هالقطر كانت لهم بصمة أول وتالي، الله يعزهم بحكامنا الثاني وعلى راسهم حضرة صاحب السمو السيد الشيخ تميم. مسي عليكم بالخير من جديد، ونقول حياكم الله في ليلة جديدة ومسابقة جديدة من مسابقتكم الجميلة الليوان. حنا إن شاء الله بنكون متواصلين معاكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكون موجودة على أسفل الشاشة. أي اقتراحات عندكم، أي أسئلة، أي شيء ما أنتم فاهمينه، إحنا مستعدين نرد عليكم أول بأول. وأيضا ننوه عليكم في موضوع المسابقات، اللي شارك معانا من خلال الرابط اللي بتشوفونه تحت، اسمه بيكون موجود على الشاشة وبيتم اختياره بشكل عشوائي، واللي ما سجل ترى يمديه يسجل ويمكن يدخل إن شاء الله معنا الليلة أو بكرة أو في الأيام الجاية. فالكم التوفيق. اللي ما اتصلنا عليه أو اللي اتصلنا عليه وما رد أو تلفونه مشغول أو مغلق، اسمه ليحي موجود في السيستم، وإن شاء الله فالكم الدانة. نقول بسم الله العود، بسم الله ناخذ بصمة جديدة، ناخذ سحب جديد. يلا بسم الله العود. اينس فايد راي فير فوم 6 من صوبك العود الليلة، العود الأزرق ما يوقف صبية من صوبك. يلا بسم الله. إيه أنت أصلا جاي طيب ولابس نظارات اليوم؟ ها اليوم أنا دكتور فيصل، دكتور اليوم أنا. وكنت في الطب وهذا كل شيء. عائشة الوفائي كلمونا. بدلها بدلها يا أبو كريم. يلا يبس غيره اللي بعده. وشون عندكم هذول المصابين شلون تعالجونهم الاول؟ بسيطه جدا. اصلا الطب ما طلع الا من عندنا اصلا. زين الله خلع اليد، شو تسوون فيه؟ ها راشد ناصر المنصوري، كلمونا راشد. الخلع؟ ايه نربطه ربط ربط باذنه هالشكل اسبوع. ها في البحر وداخل ماي اسبوع. طيب ما في اي مشاكل، مملوح جاهز طالع. زين واللي كان يودي معاك شيء؟ الو يلا غيره غيره، اعطونا غير غيره يا عامر. زين واللي فيه مثلا فيه انفاخ، واللي فيه مثلا سكر عنده، واللي شتون فيه مثلا شنو سكر؟ اللي عندهم سكر، سكر ما كان فينا. هلا مرحبتين. مرحبتين. عندهم عيش احتسب. يوسف كيف الحال؟ يوسف كيف الحال؟ خير الله يعافيك. الله يسلمك. ولد المحاسن شلونك؟ خير طيب الله يسلمك. يبا اليوم حاطين تغريده يقولون لا تنشدون من اي وين يكلمونكم. يعني ما نقول وين من وين؟
زين نبغى نعرف العالم مناطق قطر بس هذا. طيب شنو هذه رسالتنا اصلا؟ ايه نبي نسمع الاسامي. يوسف من وين تكلمني يبا؟ انا برا. ليش يبا معك برنامج الليوان في ديت عمرك؟ لحظه شوي. لحظه يا بقى يا الليل. لحظه ما بقى بالحيل. لحظه هلو. هلا هلا. اقول لك معك برنامج الليوان. ايه انا مسال اخوي. كيف الحال؟ تبي تشارك معانا؟ نشارك. يلا يا يبا ركب قطارك وحدد مسارك. طال عمرك الحين المناطق كثير من عيالنا صغار ما يعرفون مناطق مو بحافظينها. يقولون والله هاي دخول في انت تدخلون في الخصوصيه. خصوصيه اذا قلت مثلا انا في المعيدر يعني عرفت انت وين بيتي؟ نروح لمحطه الشقب يا يوسف ونبي اجابه سريعه. نشوف. يقول حتى الارقام اللي تطلع بعد يقول فيها يعني كلها اكسات اخر شيء. ما بين الاديب وحسن الحبيب واحد يخطي والثاني يصيب. اقول له الشاعر محمد المغريفي الحربي فاز في جائزة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عن فئة الشعر النبطي، وهو يقول لي لا والله خذها عن الشعر الفصيح. وانت شو تقول؟ تقول مع حسن ولا مع الأديب يا يوسف؟ حسن. هل معاي ولا مع علي؟ أنا أقول الشعر النبطي. في الشعر النبطي وهو يقول نبطي. بالعرب بالنبطي. عطوا حسن. عطوا 1500 ريال يا يوسف، ونروح معاك المحطة الجاية الثانية. بسم الله بسم الله. وروح ونقول هوب. قول يا المحسن هوب. قول هوب. هوب هوب هوب. محطة البدع ونشوف السؤال يا يوسف. ايه. ما اسم الوادي الواقع في الجنوب الغربي من الكويت؟ وادي عرعر ولا وادي الشقاية ولا وادي الباطن؟ وادي حفر الباطن، وادي الشقاية، وادي عرعر. الشقاية. الباطن. حفر الباطن. الباطن. أنا قرار. قرار نهائي ولا؟ أنا الليل متربس. يلا يوسف. الوقت. الوقت. أنا الليل متربس. الوقت. الوقت يا يوسف. اختار بسرعة. الشقاية ولا الباطن؟ الباطن. الباطن. عطوه الباطن. دايما وضح وضحها. شقاية هذه معروفة. شقاية والسالمي دايما يذكرونها. شقاية والسالمي كل يوم في نشرة الأخبار. هذه شو اسمها نشرة الأخبار الجوية. الجوية. يلا هوب هوب. الدوحة. هوب. المثنى أحمد الشحي. كلمونا المثنى. بين الأخبار اسم الجيل بلد الحرية والأحرار والشعب يغني يا قطر. سمعت الأغنية ذي؟ لا. هاي حق سمي. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. المثنى. ها؟ هاي تليفون المثنى. شنو؟ هذا تليفون المثنى أحمد الشحي؟ إيه. هذا تليفونه ولا لا؟ إيه. أنت ولا غيرك؟ شنو؟ أنت المثنى؟ لا أنا أخوه. وين المثنى؟ معاك تلفزيون قطر برنامج الليوان. برنامج الليوان. ايه. بسرعه بسرعه اركض بسرعه بسرعه. ها بتشارك ولا بشارك. شارك. يلا يبا. الو. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. هذا تليفون المثنى احمد الشحي. اي عادل معك. هلا والله. من وين تكلمينا يا؟ من الدوحه. اي ندري من الدوحه. اي صوب؟ صوب الناصريه. ناصرية. أنت أمه؟ أي عدل أنا أمه. يلا بسم الله نروح أول محطة ونشوف الأسئلة ونبي إجابة سريعة يا أم المثنى. أي إن شاء الله. نشوف القطار الريل وين. أنا مو حول التلفزيون. مو مشكلة يبا اسمعينا من التليفون. بنروح محطة الدوحة للمعارض والمؤتمرات ونشوف السؤال الأول. شو يقول السؤال الأول؟ بسم الله. تكفوني عرافه المعنى وخلافه. مدير المدرسه صك المدرسه وخلاف صك. شو نقول؟ وش عكس صك المدرسه؟ فتح المدرسه. يا سلام عليش. 1500 ريال يا ام المثنى. ونروح للمحطه الجايه اللي فيها السؤال الثاني. يلا شوف الريل وين بيودينا. قولي هوب هوب. يا سلام.
محطة الخليج الغربي. نشوف السؤال. يا سلام على حبي وحبك، أغنية جمعت بين شادية وعبد الحليم في أحد الأفلام، هل صحيح ولا غير صحيح يا أم المثنى؟ بين شادية؟ إيه عبد الحليم. أنا أقول لا ما حصل، هو يقول حصل. وأنت شو تقولين؟ ما حصل. ما حصل. هي مع فريد طبعًا. هي مع فريد الأطرش. صار عندك الآن 3000 ريال يا أم المثنى، تبي تكملين المحطة الثالثة والأخيرة ولا تنسحبين؟ إن شاء الله نكمل. بسم الله نروح المحطة الأخيرة. اسمع فريد الأطرش. فريد الأطرش؟ إيه. أول مرة أسمع الاسم. في دمي. ما شفته هو يعزف على العود. الربيع والهمسة. محطة متحف قطر الوطني. نشوف السؤال الأخير يا أم المثنى. هذه الربيع قام الثاني. أروح لمين ها؟ والبدر هلت أنواع. أفا. ارضى بنصيب الدايم راح النصيب سالم، ارضى بنصيب الدايم راح النصيب سالم. أم المثنى. بس. ايه راح منك نص المبلغ، صار عندك 1500 ريال، عليش بالعافيه وهارد لك ان شاء الله. اين سفاي ايا يلا بيت اينا سفاي اينا راي كثير فم اينا 6 7 8 اينا. هذه جديده صراحه. اينا واحد يعني اين مروه حسن نعيم، كلمونا مروه. ايوه كنت شو تسوون في شو اسمه الناس هذول اللي الكسر؟ طيب انت قلت لي خلع تربطونه، الكسر شو تسوون فيه؟ كسر؟ اعطونا غيرها يلا. نجيب له دمن. طيب والدمن نقعه في البحر. حلو. شهر الدمن. ايه وبعدين؟ نخليه يصيح لمده شهر. احمد المسعودي مشغول، اعطونا غيره. شهر وانت تنوح. لكن عقب الشهر هوب 5 دقائق ما فيك شيء. فكت حصان خلود الرواحي سكر تليفونه، اعطونا غيرها. المحاولة لا يعني بس خلاص تقول حصان على طول هوب. زين ليش عظام الاولين اقوى من عظامنا الحين؟ انا اقول لك ليش. خليل المذن، كلمونا خليل. والله خليل محمد المذن انا عارفه دي. هذه ولد محمد المذن. زين قول لي شلون شلون ليش عظامهم الاول قويه؟ ليش الحين اي شيء كسر ولا طايح؟ يا ريال انت مصدق؟ ها يب بلاستيك يب. اعطونا الناس ما يردون. وين؟ روح 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 سوق. ها اينس فايد راي فير فونف 6 7 8 9. وسيم سعد الدين سمان هاس دو جود جيمخت. يعني شنو؟ سليبي تشكير أصدقوك مخت خطيرة. ألماني بحت. ألو السلام عليكم. والد ألماني. وعليكم السلام ورحمة الله. وسيم كيف حالك؟ الله يسلمك الحمد لله تمام. معاك برنامج الليوان تلفزيون قطر. حياك الله أخوي. تشارك معانا إن شاء الله. إن شاء الله. وين تكلمني يا وسيم؟ من المطار. من المطار وسيم. أي والله. يلا نروح معاك أول محطة يا وسيم ونبي إجابة سريعة إن شاء الله. قول هوب. قول هوب وسيم. قول هوب. هوب. يا سلام عليك. مطار حمد الدولي اللي انت فيه الان. نشوف إيه؟ نشوف شنو السؤال. خدامة فيها غلط هذه. وسخونة. خدمة لسخونة. ها لسخونة. لسخونة خدامة. لسخونة خدامة. هذا مثل عدل ولا معكوس؟ لسخونة خدامة. طبعا خدامة وهدامة بعد. صحيح خدامة؟ ولا غير صحيح يا وسيم؟ صحيح ولا خطأ؟ صحيح. صحيح. عطوا صحيح. عطوا معاك 1500 ريال يا وسيم. ونروح للمحطة الثانية ونشوف معاك السؤال الثاني. زين قول هوب. هوب. يلا وانت ليش تضحك لما تقول هوب؟ الريان القديم هذا مشعل خرب الناس الحين كلهم هوب. نشوف نشوف السؤال. اركد 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 اركد. ولاية كسلة توجد في الجهة الشرقية من السودان
وتشترك بحدود مع أرتيريا من الجهة الشرقية، صحيح ولا غير صحيح؟ كسلة. كسلة توجد في الجهة الشرقية من السودان، وتشترك بحدود مع أرتيريا من الجهة الشرقية، صحيح ولا غير صحيح يا وسيم؟ هي في السودان. صحيح. طبعا صحيح ولا خطأ؟ المهم قل لي صحيح ولا خطأ. صحيح. الوقت يلا بسرعة ساعدونا. يلا صحيح يلا. ولا خطأ؟ قل لي صحيح ولا خطأ. قول يلا صحيح ولا خطأ. عطى صحيح. عطى صحيح. الله يجزيك. ترى المسابقة تطردك برا إذا تأخرت على الجواب يا وسيم. المهم صار الحين معك 3000 ريال، تكمل المحطة الأخيرة ولا تنسحب؟ نكمل نكمل. عطوا المحطة الأخيرة. كسل. أنا رحت كسل. أنت أنت اللي دارس فيها. أنا في دارفور. دارفور ما تروح ما تسير بعيد حق المجمعات ما تروح المدينة الرياضية. نروح معاك المحطة في المدينة الرياضية نشوف السؤال يا وسيم. ليلة التعاليل بنشوف مقطع فيديو ونرجع للسؤال يا وسيم. ما عندك تلفزيون؟ عندك تلفزيون ولا ما عندك؟ والله انا بوصل زوجتي مسافره صراحه، انا في المطار. بتقعد عزابي يعني؟ اي والله. يعني والفلوس تصرفها لحالك؟ اي دواتهم. حبيبي كم سنه لك في قطر؟ والله 11 سنه ان شاء الله. 11 سنه ما شاء الله. هذه نزلت صورتين، صوره لوزير الاشغال في اول حكومه قطرية طلع من الوزارة تقريبا نهاية الثمانينات. هل هو خالد بن عبد الله العطية الله يغفر له، ولا حمد بن علي العطية، ولا خالد بن عبد الله العطية؟ يلا يا وسيم من؟ والله والله لازم تجاوب. خالد بن عبد الله العطية ولا حمد بن علي العطية؟ يلا يلا يا وسيم. يلا بسرعة حبيبي. يلا يبا ما في وقت. يلا يلا الوقت. عبد خالد. خالد ولا حمد؟ يلا خالد. عطوا خالد. عطوا خالد. خالد بن عبد الله العطية رحمة الله عليه. أبو عبد الله صار معك 6000 ريال يا وسيم، وعليك بألف عافية تصرفها والأهل مش موجودين. يلا عطونا سحب جديد. تاخذ من عنده هوب. ولا شكله بيحولها لها. وجدي علي مقبل. هاي اليمن. من اليمن أظن. نعم صحيح. خان طنك في الرفيق الموالي. مالك مشاري هنا على نايد الناس. يعلق أصلا ما يجي لإضلالي. ينهد من عالي مبانيه الأساس. شكرا. العفو طال عمرك. بها الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انت من اليمن السعيد صحيح؟ ايوه. كيف حالك؟ الحمد لله. احنا معك من قطر من تلفزيون قطر. السلام عليكم. مشتاق تشارك معنا في المسابقة. حياك الله. من وين؟ من اليمن. انا من تعز. من تعز. اهلا وسهلا. حياك الله. تشتهي تركب القطار؟ اكيد. يلا بسم الله نروح معاك المسابقه ونشوف اول سؤال يا وجدي، ونبي اجابه سريعه. هيا. والله ما في سوق. الا يا طير يا الاخضر. الا يا طير يا الاخضر. ما في مشكله. نلقاك الليله. اسمعنا من التليفون. نروح معاك متحف قطر الوطني ونشوف السؤال. السوق. طيب طيب انت بالسوق. بالسوق ما في مشكله. اسمعنا من الهاتف. اسمعنا من التلفون. ما هو اقرب كوكب الى الشمس؟ ما هو اقرب كوكب الى الشمس؟ المريخ او عطارد او زحل؟ اقرب كوكب الى الشمس. ايوه اقرب كوكب الى الشمس. ايوه
المريخ. لا المريخ. يا اخوي يا اخوي يا اخوي كلمنا من اليمن، اعطوا لي الاجابه الصحيحه، اعطوا لي الاجابه المريخ، اعطوا لي الاجابه. اقول عطارد، اعطوا عطارد. يلا ولدي معاك 3000 ريال قطري. بسوق. نعم نعم يلا بسوق. يلا نروح معاك المحطه الثانيه. المحطه الثانيه اركاب القطار. نروح لابين. يا ضبي يا ضبي صنعاء. يا روح. قول هوب. محطة المدينة التعليمية. المدينة التعليمية. نشوف السؤال يا وجدي. نسمع القصيدة. وما تبصر العينان في موضع الهوى، ولا تسمع الأذنان إلا من القلب. من الشاعر؟ بشار بن برد ولا أبو العتاهية ولا بشار بشار بن برد؟ بشار بن برد. يلا عطوه عطوه. بشار بن برد. بشار بن برد. ايوه صار معاك 5000 ريال يا وجدي. هل بتكمل المحطه الاخيره؟ ما 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 تكفي والله. كمل 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 يا رجال. كمل تشتيت. كمل كمل. تبي تشتيت تطلع تطلع. والله كرمكم. يلا كمل. بس لا تطلعوا برا. والله هذا سيستم. هذا سيستم. محطة الشيخ جوعان. ونشوف السؤال يا وجدي. ان شاء الله ما تطلع. الله. مبروك يا وجدي. مبروك مبروك مبروك. خلوه 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 خلوه. انت تكلمني من تعز. انت تكلمني من تعز. من تعز. ايوه ايوه ايوه. انت كسبت معنا 10000 ريال. سلام سلام سلام. وبس مشتهين ترسل لنا عصيده وعسل دعاني. حلاوه. بترسل. يلا عليك ان شاء الله. عليك بالعافيه ان شاء الله. ادخل السوق. ادخل السوق. وانت كل عام وانت بخير يا وجدي. ان شاء الله حياك الله. يلا ناخذ سحب جديد. يا زين ضحكة الناس لساروا. ها حنا ندخل عليهم الفرحة. محسن محمود الباحوري. يلا كلمنا الباحوري ولا الباحوري؟ هو المفروض الباجوري الظاهر. بعد يقولون الأسماء كم ليش تحبونها. ألو مرحبتين. يا مرحبا محسن، كيف الحال؟ والله الحمد لله تمام يا أخي. معك معرض الليوان المفروشات. عندك سيارة شيء؟ لوان؟ ايه. اي سيارة؟ عندك سيارة بيجو شيء؟ بيجو؟ ايه. ايه. كم وصل سعرها؟ نعم؟ كم وصل سعرها؟ انا ما ببيعش انا. ها؟ ما ببيعش. ما ببيعش. انت مصري بقى. ايه ايه. انا فين من مصر؟ من الشرقية. الشرقية. عندك بحرية. عندك عندك ولا فيات عندك ولا ناصر ولا ايه العربية اللي معك؟ بيجور 105 زي الصاروخ. يلا يا محسن معك برنامج الليوان مسابقة. فضل. تلفزيون قطر. اتفضل تشارك معانا. تفضل. يلا يا سيدي بنروح معك أول محطة. تفضل. عاوزين إجابة سريعة. تفضل. وعندك بحرية يا رئيس. يا رئيس عندك بحرية. مصري ما مصري الأغنية هذه. يلا لبنانية هذه. عندك محطة بن محمود. عندك بحرية. لا 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 المصري يا من. رئيس. لا 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 لا. يلا هذا الله يخليك لغز. بس المشكلة فضل. بس المشكلة ما أقدر أساعدك فيه أبدا ولا في مجال أساعدك لأن جائزته 3000 ريال. ولا يهمك حبيبي. أول حروفه ثالث تفاحة وآخر التفاح ثاني ورابع الأمر له ثالث وآخر الورد بائي. أول حروف وثالث تفاحة وآخر التفاح ثاني ورابع الأمر ثالث له وآخر الورد بائي. إيه هو؟ ما أعرف والله. ما تعرفش؟ وحدنا ما بنعرفش والله. لو احنا نعرف نقول لك والله. وانا ما اعرفش والله للاسف. ما اعرفش والله. ما اعرفش للاسف. وانا بعد للاسف ما اعرفش.
هارد لك يا محسن. طبعا الاجابه احمد. يلا نروح ناخذ سحب جديد. روح اينس فاي دراي فير فوم سيك زيبن اخت نويت كاوتك يا محسن. يا محلى علي حسين الكندي شمس الشموسه. يلا بنا على باب الله نحلى بالقلب. اللهم اجعل لنا نورا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا علي؟ تمام الحمد لله. طيب خير الله يعافيك. من معي؟ انت مر علي تو قبل شوي. حول تقهوى حول. شلون؟ انت مرن علينا اليوم الحين قبل شوي في المجلس. لا والله ما مريت. ما مريت؟ متى بتمرنا ان شاء الله؟ متى بتمرنا ان شاء الله؟ بس من معي؟ معك واحد صديق يحبك وتحبه، معك حسن المهندي من تلفزيون قطر برنامج الليوان. الله يبون نعم فيك حياك الله. الله يحييك. الله يخليك. انت بتشارك معانا يا ابو حسين؟ نشارك. من وين حبيبي انت الحين؟ انا من العراق. من العراق عيني؟ اي من العراق. انت من العراق، منين من العراق عيني؟ من بغداد. بغداد. من حي المنصور ولا؟ من حي المنصور. من حي المنصور؟ لا شارع فلسطين. شارع فلسطين. كمان بعد شارع كبير وجيد. يلا يا علي بنروح معاك المسابقة ونشوف أول محطة. يلا عيني عيني. لا تعال بالذات والمال التالي مثل اللي يرد من اللي يرد شفه خالي. أبو حسين نبي إجابة سريعة الله يخليك. إن شاء الله. بسم يلا الله. حبيبي. محطة عقبة بن نافع ونشوف السؤال الأول. يا علي. نعم. خل السؤال هذا عنك عن يمين. ما راح اسالك اياه بس احتفظوا لي بخلوا امسكوا لي. شو اسم السمك اللي عندهم في العراق؟ ناري بلطي؟ لا مو لا مش بالبلطي يا ربي. المسقوف. المسقوف عيني. هلا سمك المسقوف عيني. نهري ولا بحري؟ نهري. نهري. اعطوا لي جواب. صايفين انغثني. كمل كمل. المسقوف عيني على المسقوف. روحي على المسقوف. دادا عيني دادا. محطة الوعب ونشوف دادة السؤال. دادا روحي دادا. يا حبيبي. كم سنة لك في الدوحة عندنا؟ تقريبا 18 سنة. 18 سنة. حلو. إيه. حوار بين الأديب واحد يخطي والثاني يصيب. أنا أقول له لوحة تميم المجد حملت توقيع الفنان الغطري حمد المعضادي. يا سلام الله عليك. خلاص ثبتوله ثبتوله. الأديب ثبتوله الأديب. هلو يا علي. هلو هلو علي. صار معك الآن 3000 ريال وباقي لك محطة أخيرة. تكمل ولا تنسحب؟ إذا أكمل يعني وإذا أكثر بسوى علي الفلوس ولا شوف شوف خليك معي. يمكن تطلع لك الدانة ويمكن تطلع لك الحصبة ويمكن يطلع لك كرت أحمر تطلع برا ما تأخذ ولا ريال ويمكن يطلع لك سؤال. إذا حليته تأخذ زيادة وإذا ما حليته تكتفي بالباقي والاختيار لك. انا ما ادري ايش تنصحني انت اللي تشوفه انت. انا ما اقدر. عيني ما اشوف شيء. اللي تشوفه عيني. كمبيوتر. كمبيوتر والله. تكمل عيني. يلا يا علي قول. قرر قرر. لا نستشير الشباب. ماشي تقول يلا عيني عيني. كمل يلا عطوا. روح عيني روح عيني. كمل عطوا المحطه الاخيره. عيني كمل. اطلع من بغداد روح البصره. روحيني. محطة سوق واقف ونشوف السؤال الأخير يا علي. هذا شوف. في أي سنة تم افتتاح مستشفى حمد العام؟ سنة 82 ولا 85 ولا 65؟ 82 مستشفى عموما كان في 65. لا لا مش ما عندنا 65. سوري سوري 82 ولا كان في عهد الشيخ خليفة بن حمد الثاني الله يرحمه. ايوه 82 ولا 85 ولا 82. بسرعة يلا يلا يا علي يلا. 82 عطوا 82. مبروك عيني. مبروك. ألف بالعافية عليك. 6000 ريال تعيدهم بالعافية إن شاء الله. عيني مرينا فيكم حمد وحنا في قطار الليل. عطونا فاصل سمعنا دقيق هواء وسمينا ريحتين.
نتواصل معاكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل ونكمل معاكم مسابقتنا في اختيار الأسماء بشكل عشوائي. الآن نشوف بيكون من اللي يكون موجود معانا. عطونا السحب يا شباب. يلا هوب من الدوحة سارة جبر المانعي. كلمونا سارة. طبعا كثير من الاتصالات اللي احنا كلمناهم اليوم ما شاء الله التليفونات للأسف. خلوا عيونكم على تليفوناتكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هذا تليفون ساره يبا؟ ها تليفون ساره؟ لا والله مغلط. مغلط. طيب شكرا لك طال عمرك. ها اعطونا سحب جديد. يقول مغلط. يلا هوب محمد علي. كلمونا محمد علي. هلا هلا بالقيصر. هلا. ما كملت لي سالفة اللي أصدرت أحكام وجيتك الحين قبل العيد؟ إيه قطعت لي 15 راس. أعطونا غيره. أعطونا غيره. قطعت لي 15 راس. في في, في هالدقايق هذه؟ الله يهداك بس. وقتك عجيب. الله يهداك. الله يهداك. الله يهداك بس. شمة ماجد الضاوي. كلمونا. فيني دمشن؟ لا اوكي. الظاهر انك تمد من بعيد ها؟ الحين تغير الامور الالكترونية. لا 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 ما يصلح. لا. ها ايش تبي؟ الو شمس مساء الخير. اهلين اهلين يا مرحبا. شمة ما... نعم؟ يا هلا مرحبا يا هلا. معاك برنامج الليوان تلفزيون قطر. اي هلا مرحبا. عرفتينا؟ اي عرفتكم. من اللي كلمك؟ اي هلا مرحبا. كلمني؟ ايه لم هندي. بايعي. يلا. ايوه. يلا. أوكي. من وين تكلميني يا شم انت؟ انا الحين برا طالعه. وين رايحه؟ انا من تشيل وانا طالعه برا. الله يعطيك العافيه. يلا الله يعافيك. يلا سمعينا من التليفون وركزي معانا. ان شاء الله ان شاء الله عاد ساعدونا ان شاء الله بنساعدك بس انت خليك معانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فال نروح اول محطه. نعم. والنبي اجابه سريعه ان شاء الله. اول محطه هي وسيل ونشوف شنو السؤال. يا شمه يا هلا. تكفوني عرافه المعنى وخلافه. لو قلت لك محمد ميهود اخلاف ميهود شو نقول؟ عكس ميهود. عكس ميهود؟ ايه عكس ميهود؟ ايه انا عكس ميهود. ايه ايش عكس؟ انت ميهود وعكس ميهود؟ ايه صاحي. صاحي بعيد الله وجهك. صاحي. روحي 1500 ريال يا شمه ونروح للمحطه الثانيه. قالوا لي طيب قلت ماني بطيب اطيب وجرحي بين اضلاع مطار. نشوف المحطة الثانية وين بيودينا الريل. هوب محطة أم غويلينا. شوف السؤال شو يقول. راح وطي سيستم. سيستم ما لنا شغل. هوب ما في تعليق. جوهر شيخ العمودي. كلمونا جوهر. ها شفت اللون الحمر من شنو ذي؟ دب. الو الو السلام عليكم. الو جوهر تركت سكر في وجهك. الو قايل لك لا تتصل بخلق الله. قايل لك لا تتصل بخلق الله. انا غلطان. اعطونا غيره. خلني انا بتصل. اعطنا غيره. ملقوف تتصل بخلق الله. ابي اعطيهم فلوس. الحين بيشوفون رقمك في الكاشف وبيشتكون عليك. اقول اللقافه فيها فلوس. يا حلوه اللقافه. لا 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 شوف لا لا الاسم عجيب مر عليك هالشكل. محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان رمضان محمد رمضان خلص رمضان.
كلمونا كلمونا. محمد رم محمد محمود محمد محمد رمضان محمد محمد رمضان رمضان محمد. ألو 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 ألو. عطونا غيره يا جماعة. يلا يلا غيره 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 غيره. أما والله الاسم تعال بو بو كريم. خط سريع. ذرا ما تخترب الاتصالات إلا ليلتي جيت أنت. هب مشغول مشغول أمينة مشغول 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 غيرها. شوف غير أمينة شوف غير أمينة. يلا روح 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 بعد بعد بعد. هب يا رب نبي حد يكلمنا من سوريا. حسن هلال المهندي. ايوه ايوه يا جماعه الرفع عالي. مبروك. ما يرد ما يرد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلال كيف حسن؟ انا بخير. شلونك؟ اي الله يعافيك. شنو ما مريت علي انت قهوه يا رب؟ ما يبغى. معك جارك اللي احنا بيتكم. جاري احنا بيتكم. معك السمي معك سميك حبيبي. حسن المهندي. نعم. حسن بن احمد المهندي معك. ونعم ونعم حيا الله المشعل. شلونك؟ الله يطول عمرك ويحفظ والديك ويعلك بخير الله يسلمك. معك برنامج الليوان. يا مرحبا ومشعل فيك. من الخور يبا انت؟ اي نعم. يلا يبا اركب قطارك وحدد مسارك. توكل على الله يسلمك. ولا كلمة. انا قلت شيء. ولا انا بساعده. ولا تضيق. يا حسن. ولا نعم. تضيق. اخوك علي المري تبيني اساعدك ولا لا؟ والله كلكم فيكم خير. بس خلاص يرحم الله والديك. هو مسوي مشكله ما ادري ليه. مكتبه قطر الوطنيه والروح الشارع فاضي. ما انا اقرب لك منه يا حبيبي. روح كلكم اخوان عزيزي. دار الحكمه. دار الحكمه انشاها الخليفه العباسي المامون بن هارون الرشيد. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح يا حسن. صحيح. انا اقول عدل. اعطوه صحيح. ها خلي المري ينفع. 1500 ريال تستاهل يا ابو هلال. ونروح للمحطه الثانيه. الله يسلمك. مساء الخير. نشوف معانا محطه المنطقه الاقتصاديه ونشوف السؤال يا ابو هلال. انت قد اليوم انت جوعك شنو اليوم؟ رطب هذا الكبار اللي يجيك نفس التفاحه. يا حسن بلال شوف. نعم. هذه مثل قول لي عدل ولا معكوس بس ركز فيه. امزاح ودز رماح. عدل المثل؟ امزاح 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 بس ودز رماح. عدل المثل؟ عدل. عدل عدل عليك يا ابو هلال. شوف حسن. نعم حبيبي. صار معاك الحين 3000 ريال وباقي لك محطة أخيرة. تكمل ولا تنسحب؟ لا نكمل. والله إنك بطل يا أبو هلال. روح بس. ما عليك زود. شوف مزاح. والله أنت رماح. هاي هذه خطتي في الحرب. أنت قيصر ما حد يقول لك شيء. هوب محطة مستشفى حمد ونشوف السؤال الأخير يا أبو هلال. هل عندك شك من القصائد الذي غناها كاظم الساهر للشاعر نزار غباني ضمن البونه حافيه القدمين؟ هل هو عدل ولا مايل؟ عارفك سميع يا ابو هلال صح ولا لا؟ صح. عدل ولا مو بعدل؟ عدل 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 عدل. يقول عدل حافيه القدمين. عطوه تستاهل 4000 ريال و500 عليك بالعافيه. فوق دفاتر اشعار يختار الحب ولا احب اجمل لا تختاري. عطنا عطنا سحب جديد يا رجال. لا توجد منطقه وسطى ما بين الجنه والنار. هوب قبل ما شاء الله عليك. محمد سعداوي. محمد ياسين سعداوي. خلاص السوالف هذه القصايد والاغاني راحت علينا يا ابو مشعل. اي والله راحت علينا يا اخي. لا علي راحت عليك ما راحت. انت ما شاء الله عليك في سيفك الحقه. اقلب الصفحه يا ابو كريم. اقلب الصفحه اقلب الصفحه. اينس اينس فايد راي فير فوم سيك زي بن اخت نويت سين الف. مريم راشد النجدي. كلمونا مريم.
دنيا غريبة. هلا مريم. أيوة. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ الحمد لله. من معي؟ معاكم سوبر ماركت اللي حداكم البقالة. عليكم حساب. اي عليكم حساب. عليكم حساب. احنا ما عندنا بقالة. لحظة دقيقة. زين خليش معنا لحظة. خلت خلت خلت. اسمعيني. الو. لبيه. معاش تلفزيون قطر برنامج الليوان. هلا والله هلا. تدفعون الحساب اللي عليكم ولا لا؟ نعم بندفع بندفع. يلا يا مريم. وين تكلمينا يا مريم اول شيء؟ والله في الصالون. يلا الحين نعطيكم فلوس عليكم بالعافيه. يلا نروح اول محطه ونشوف السؤال. نبي اجابه سريعه يا مريم. دخول التلفزيون. والله يلا بسم الله. بسم الله. محطة الدوحة الجديدة ونشوف السؤال الأول. أنت تسوي رياضة تسوي. نعم أسوي رياضة. حديد. نعم. يا مريم. ما هو مقياس سرعة السفن؟ الميل ولا الكيلو متر ولا العقدة؟ العقدة. العقدة. يا سلام عليك. 3000 ريال يا مريم. ونروح للمحطة الثانية. أشوف. يلا شوف المحطة. محطة جامعة قطر ونشوف السؤال يا مريم. يا رب. يلا. يلا خلنا نسمع بصوت عبد السلام جيد الله. إن للصمت في المآتم معنى تتعزى به النفوس الحزينة. من الشاعر؟ إليا أبو ماضي ولا جبران خليل جبران ولا إليا أبو ماضي؟ يلا يا مريم. إليا أبو ماضي اللي كتب عش أنت أني مت بعدك صح؟ والله الصراحة ما لي. زين اختار. إليا أبو ماضي. إليا أبو ماضي. خلوا على إليا أبو ماضي. يلا إليا أبو ماضي. مريم. لبيه. صار معاش الآن 5000 ريال. باقي لش محطة أخيرة. تكملين ولا تنسحبين؟ أنت إيش رأيك؟ أنا ما عندي رأي. تكملين أبرك وأسعد. يلا نكمل. يلا يلا عطوه عطوه. محطة راس بوفنطاس ونشوف السؤال يا مريم. يلا ما شاء الله. أوه. مريم. لبيت. وصلتي لبيتي في منى. وصلتي 10000 ريال. مبروك. عاد ادفع. عاد ادفع على الموجودين عندي. ان شاء الله احنا ديكار ولا يهمك. يلا علش بالعافيه مريم وشكرا. ها. هوب ابو مشعل فكني من شرك. فكني من شرك. عثمان السر عبود يبك مترجم. لا انت اللي تترجم. يبك اليوم جبنا سؤال عنهم اليوم. عطاي اشوفك بعد. لا حول ولا قوه. شوفوا لنا غير عثمان. خلاص ابو مشعل الله بكره يفنشنا انا وياك مبارك العوامي. هوب تحيه لمبارك العوامي ابو ناصر. والله رقم عجيب. صالح فرج المشروم. والله بنشتري من عنده. خلى علي خلى. كيفك فيه. يلا يا صالح. ايه احنا نبي منه عيديه. خلى خلى نبي منه عيديه. ما يرد ما يرد. مو فاضي حق. اعطونا غيره. رجل اعمال هذا. اعطونا غيره. يلا نروح. يوب لطيفه راشد الكواري. كلمونا لطيفه. خلي الحلقه تمر على خير يا رجال. فكنا وطالب الرقابه يشوفوني مو مشعل. عطوه
اعطونا ما يبون يردون شو السالفه. روح حمد مبارك اليتيم، كلمونا حمد. اوه ما يشبك، عطنا غيره. يبا روح 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 يبا روح، توكل على الله. هوب نوف عبيد نصار، كلمونا نوف. والله مسوي مشاكل يا ابو مشعل. اعطونا غيرها يلا. وش فيهم خلق الله مشغولين لهالدرجة؟ يلا فلوس عيد هوب. سلطان عبد الرحمن، كلمونا سلطان. يلا يا سلطان رد شوي، رد يا سلطان، وراكم جوائز فلوس غيره. نعطي فرصة للثانيين. بسم الله هوب. عبد الله محمد القريصي، كلمونا عبد الله. اللهم فاغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى القبور. آمين. وتركنا الدور يا عزيز يا غفور. إلهنا إلهنا إلهنا، هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أعطونا غيره، أعطونا غيره يا جماعة. يلا نبي نطلع بريك. هذا كواك برا يضحك. هوب اعطوه ماي، اعطوه عادل، اعطى ماي، اعطى شيء. محمد السعيد حماد. ها ما حد يبي، ما حد يبي، كنسلوا لنا محمد. مشاهدينا فاصل ونواصل. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين من جديد، ونبتدي في القرعه. يلا يلا اين سفاي، يا اين 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 سفاي درايف فير فوم سكسي. يلا بسرعه 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 بكري. شريفه سالم الهناوي. يلا يلا يلا. يلا يا شريفه. الو مساء الخير. مساء النور شريف، شلونك؟ الله يعافيك الحمد لله. طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير الله يسلمك. معك حسن المهندي من تلفزيون قطر. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا. برنامج الليوان. مرحبتين. هلا والله. تبي تشاركين معانا؟ اي والله بشارك، بس انا لا عندي تلفزيون ولا عندي شيء برا. زين التليفون عندك الحين؟ تليفونك عندك؟ ايوه ايوه عندي. يلا يلا احنا نكتبي بالتليفون. ايه عاد ساعدوني. لا ما ابشري 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 ان شاء الله بالخير. نروح اول محطه ونبي اجابه. أيوة. سريعه يا شريفه ان شاء الله. قولي هوب. هوب محطه الوكره، نشوف السؤال. أيوة. الاول يا شريفه.
هلا. نوخ الفكر وطابج، قولي لي وارج ولا ما يوارج؟ عيدة مرة ثانية ما سمعت. أقول نوخ الفكر وطابج، قولي لي وارج ولا ما يوارج لو قلت لك؟ ما يوارج. شلون لحظة عاد أنا ما قلت السؤال للحين. لأني أقول لك ما اسمع عدل. غطيت الأرنب أيوة. في الليل غطيت الأرنب في الليل يوارج؟ لا ما يوارج. ما يوارج. يلا عطوها ما يوارج. ما يوارج. 1500 ريال يا شريفة. جيت غطيت لك أرنب؟ يلا الحمد لله. نروح نروح المحطة الثانية. جيت غطيت لك أرنب؟ تحت. اسمع. إن شاء الله نحصل الدانة ولا الحفاظ. إن شاء الله يبا إن شاء الله. إن شاء الله. الله كريم. نروح المحطة الثانية ونشوف محطة مشيرب. نشوف السؤال. نشوف السؤال. شو يقول؟ بيني وبينه حوار. أقول له مسجد حمر حمراوين حمراوين الذي بني عام 630 يوجد في مدينة مغديشيو عاصمة الصومال، والأخ يقول لي لا والله في مدينة كاران. أنا أقول في مغديشيو. يلا مغديشيو على الهواتف. تقولي مغديشيو. عطوها حسن. مبروك صار معاش الحين 3000 ريال. يلا تبي تكملين المحطة الأخيرة ولا تنسحبين؟ لا نكمل وإن شاء الله خير. روحي روحي يا شريف. وين ضيعتها؟ والله ما أدري والله العظيم. هذا مو باليوم صح؟ إي والله العظيم أقول لك طلعت من المسير من التراويح أدور من محطة الدوحة للمعارض والمؤتمرات. نشوف السؤال الأخير يا شريف إيش يقول؟ الحين بكره يجي وياك عقال الله يخليك. إن شاء الله. رقم 52. في أي عام أعلن استقلال موريتانيا عن فرنسا؟ 1970 ولا 1950 ولا 1960؟ 60 60 60 عطوها 60. شاطرة. 3000 ريال صار معاش 6000 ريال يا شريفة وعليش بالعافية. أيوة سحب جديد. تبي تبيع قال بكره ان شاء الله على الهواء علي. هوب تعال انت رايح المكان اللي فيه عقل. بس ما اقدر. ما حد يدري. وفاء من السودان، عطونا وفاء كلموها لنا. ما في وقت. ايش دعوة؟ لا تعلموا بعدين ترى ما حد يدري. لا تحول الضحى. طيب ما يمدي. تخلص ها تمر الانباء. لا يا ابو شاء لا لا ضالك. زي ما اكلم ريال يجيب اللي عندك. خلاص تم امورك في السيفتي. اكيد عفا عليك. عطنا غير عطنا ولا اجيب لك منه من الدوحه؟ لا من الدوحه ما ابي، ابي من الدير اللي بتروح لها. خلاص جيهان نواف الاحمد. كلمونا جيهان. بعد لقيت شطفيب. ايش تبي؟ شطفيب. انت شوي وتقول عطونا غيرها. يبا عطونا غيرها. يلا روح. هو متى بتمر محلات كاكولي بعد؟ زين من كشختها الناس حبتها. زين محمد نعمان ثابت، كلمونا محمد. بعد الصالحية ترى سوقها زين. ما يمدي. حدك حدك. بس يوم طلبته كان صح؟ والله ما يمدي. زين بعد العيد؟ لا بعد العيد ما يصير. قاعد اسبوع هناك؟ لا. أو 10 أيام؟ ولازم تكون في العلامة مالته جديد يعني. عطنا يا بغير هذا ندور هذا ايه على اساس كنت جديد يعني البس يوم العيد. ناصر عطله الظفيري، كلمونا ناصر. مشغول عطونا غيره. يلا كنا راح نسلم على الشيخ. بتحط الليبل هذا موجود؟ لا ما من هاي اللزقه موجوده هذه. عبد الله عثمان حمور. يلا سوداني. كلمونا عبد الله. حذر. الو الو السلام عليكم. الو قلنا قصر على التلفزيون. عليكم السلام. كيف الحال يا زول؟ هلا اخوي. كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله. الاخ سوداني. ايوه يا اخي. عندك غنم للبيع؟ لا والله ما عندك غنم للبيع. عايل معك تلفزيون قطر برنامج اليوم. عرفتك. عرفني؟ ايه اكيد.
تبي تشارك يا عبد الله؟ تكلمنا انت من وين تكلم؟ اكيد ابي اشارك. انت من وين تكلمني يا زول؟ معزر الجنوبي. معزر الجنوبي. وانت من السودان؟ من وين؟ من السودان. من الخرطوم. بحري؟ ايوه خرطوم بحري. يلا اركب القطار وحدد المسار واطلع من عبد الله. نبي تكون اجابتك سريعه. سريعة يا عبد الله. سريعه سريعه ان شاء الله. بس ساعدوني. يلا ان شاء الله. محطة كتارة ونشوف السؤال. انزين كم سنة لك في الدوحة يا عبد الله؟ خمسة. خمس سنوات. أقول الدكتور شنتر الجهال البزران هذا شو يسمونه بالسودان؟ شو يسمون الأطفال بالسوداني أنتو؟ البزران. شنو؟ البزورة. 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 العيال. 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 الدكتور شنتر العيال وخلافه شو نقول؟ شنو عكسها؟ عكس كلمة شنتر العيال. يعني. يعني شنتر يعني يقول ما شنتر. يلا يلا يا عبد الله. قول يا عبد الله ما شنتر. انت قول ما شنتر. قول ما شنتر. ما شنتر. قول ما شنتر. ما شنتر. يلا. عدل جاي. تستاهل. صار معاك 1500 ريال يا عبد الله. نروح للمحطة الثانية. عرفت الشجرة انت؟ عرفته؟ عرفته؟ لا ما عرفته. التطعيم. 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 التطعيم الأول يسمونه شنتورة. يلا محطة الرفاع. هذا مواليد 95. أنا بعرف اللي حط هالمصطلح منه ما أدري يعني. تمت إعادة افتتاح استاد خليفة الدولي في مايو 2015. صحيح يا عبد الله ولا غير صحيح؟ عدل ولا مايل؟ يلا يا عبد الله. صحيح. مايل. مايل مايل مايل. 17. عطوا مايل. 17. عبد الله صار معاك الان 3000 ريال، باقي لك محطة أخيرة، تكمل ولا تنسحب؟ أكمل. كمل يا زول، روح يا زول. الله يكمل. يلا كمل. روح يا زول. روح. البزورة. أي أي كله أي 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 محطة العزية، نشوف السؤال معاك يا عبد الله. شو يقول السؤال؟ أفا راح وطي. اي والله راح وطي. اعطونا سحب جديد. هارد لك يا عبد الله. هوب فلسطين فريال زهدي قروط. كلمونا اهل فلسطين. شوف شفت اذا ما يبتلع قلبك احسن لك. بفضحك. ها. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. تلفزيون قطر برنامج الليوان دوحه قطر. يا هلا يا هلا. يا مرحبتين. من وين؟ من فلسطين انت يا عزيزتي؟ من غزه. من غزه بنحكي. من 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 غزه بتحكي؟ صحيح. من غزه العزه. يلا. ايوه يلا اركبي. من وين؟ من غزه. من وين؟ من غزه. من نص البلد يعني. من غزه. من العاصمه. ايه اركبي القطار توكلي على الله. يلا 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 فريال. نبي اجابه سريعه يا فريال. نروح ان شاء الله. نروح المعبر. اول معبر ونقول هوب هوب كرم ابو سالم محطه القصار ونشوف السؤال الاول يا فريال. يلا. طيب فريال. ايوه ايوه معك. اللولو موجود في البر؟ لا. يعني عدل ولا غير عدل؟ لا مايل. مايل مايل مايل. ما معكوس يعني. معكوس قصدها معكوس. اوكي يلا وصلت المعلومه. 1500 ريال يا فريال ونروح للمحطه الثانيه. لا اوكي 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 توكلي على الله. نروح الحين لمعبر رفح ونقول هوب. يلا ما بره. محطة المطار ونشوف السؤال الثاني يا فريال. يلا يلا يلا.
مدينة العطور هي مدينة غراس البحرية الواقعة في جنوب فرنسا، صحيح ولا غير صحيح يا فريال؟ ساعدني، صحيح؟ انت ايش تحكي؟ ها؟ انت ايش تحكي، صحيح ولا لا؟ عادل عادل عادل، عطوه عادل، عطوه عادل 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 عادل. تحية. خلينا نوصل مصطلحات، خلينا نوصل مصطلحات، خلينا نوصل مصطلحات. فريال. ايوه. الحين معاك 3000 ريال وباقي لك محطة أخيرة، تكملين ولا تنسحبين؟ أكمل بس والله خاف أطلع. والله حظ ونصيب يا فريال. نكمل نكمل. كملي كملي. عطوه المحطة الأخيرة. والله كريم إن شاء الله. الله كريم. قول هوب. كرم كرم ابو سالم. يلا محطة الكورنيش ونشوف السؤال في محطة الكورنيش. ما هو بحر الظلمات؟ البحر المتوسط او المحيط الاطلسي او بحر ايجيه؟ ايجيه ايجيه ايجيه. بحر الظلمات ايش؟ البحر المتوسط. انت الاطلسي الاطلسي الاطلسي. ها البحر الأطلس. الأطلس الأطلسي صحيح. إيه. هو بحر الظلمات. 6000 ريال يا فريال عليك إن شاء الله بالعافية. ألف مبروك وعطونا غيره وظهروا من غزة ودونا آيس فاي درايفير فامف. يلا الدوحة. فاطمة محمد سلمان، كلمونا فاطمة. شحورك ليلة لبن وتمر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا تليفون فاطمة محمد سلمان. اي نعم. كيف الحال؟ من معاي هل؟ زوجها. زوجها. معك حسن المهندي من تلفزيون الليوان. والنعم. من تلفزيون الليوان. تلفزيون قطر برنامج الليوان. اي والنعم فيك. شو اسمك بالخير يا اخوي؟ ابو عبد الله. اي ابو عبد الله نبي اسمك على اساس في الكنترول. اسماعيل عبد الله. اسماعيل عبد الله. يا مرحبا يا اسماعيل. وين اسماعيل انت؟ من الدوحه، من الخيسه. الخيسه. يلا يا حبيبي اركب قطارك وكمل مسارك. تفضل روح. نروح معاك اول محطه يا اسماعيل. روح روح ونشوف ونبي اجابه سريعه. نقول هوب يا اسماعيل. يلا محطه البدع نشوف السؤال. نسمع القصيدة ونرجع لك. ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء. من الشاعر، خليل مطران ولا النابغة الذبياني؟ النابغة الذبياني ولا خليل مطران ولا ذبياني؟ الذبياني. النابغة الذبياني. النابغة الذبياني. 2000 ريال يا اسماعيل ونروح معك المحطة الثانية. يلا نشوف وين الريل بيودينا. أنا سحوري أربع شواهين. أحد ياخذ شواهين؟ أنت مخالف. المسيلة، نروح محطة المسيلة ونشوف السؤال. تفضل. مشوي ولا مقلي؟ ما قالوا لك. ليلة التعاليل، نشوف معاك الفيديو ونرجع للسؤال. ما قالوا لك اللي ما يعرف الصقر يقدم حق وظيفة وجيت أبي أشوف الرد. ممكن أساعدك أنا. أولاً بعرفك على نفسي. يوسف فرج. مساعد مهندس في قسم الثروة السمكية بمعامل الهوامير. أنت مقدم حق محاسب. إحنا فعلاً محتاجين محاسب. أنا مستعد أساعدك من عيوني. أنت بس آمر. لا والله. أنا خريج جامعة البيئات البحرية بكالوريوس ثروة سمكية قسم الهوامير. كوب ناجين الدنمارك. يا سبحان الله تغير حتى. إسماعيل. إسماعيل. هذا يبا هذا مسلسل حق غانم صليطي اسمه عيد وسعيد. هل قدمت تلفزيون قطر في السبعينات ولا لا؟ والله لا في الثمانينات. شو تقول يا اسماعيل؟ السبعينات اسود وابيض والحين ملون. ما ادري 82 والثمانينات ولا السبعينات؟ ثمانينات. ثمانينات صحيح. 82 2 فار. والله من مبطي اسماعيل. نعم. صار معك 5000 ريال، باقي لك محطة أخيرة، تكمل ولا تنسحب؟ والله انسحب. تنسحب؟ عليك بالعافية يا إسماعيل. تسلم تسلم. حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله. سحب جديد. روح. آينس فايد راي فير بومف. بس 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 بس.
آيات ضيف الله مسيكي. المسيكي المسيكي. ألو أعطونا غيره. ناكس يلا. أينس فايد راي فير أينس فايد راي فير فم سكسي. بس بس شكرية عبد المنعم خليل. كلمونا شكرية. قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعين. ألو أهلا شكرية. أهلا كيف الحال؟ الحمد لله بخير. طيبة تمام بخير أنت؟ أي من معاي؟ معاكم الله يخليك الدوار هذا اللي يبيع الخلق. دواري يبيع الخلق الحين في الليل؟ اي والله قاعدين بيع خلق شو نسوي؟ ما عندنا مهره. معاي تلفزيون قطر برنامج الليوان. يا هلا هلا والله هلا. شكري انت من وين تكلمينا؟ اكلمك من الهلال. هلا حي الله الهلال. يلا 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 يا شكري اركبي قطارك وحددي مسارك. يلا يا بابا. توكل على يلا بنروح معاش اول محطه ونبي اجابه سريعه يا شكريه. لا عيونه ان شاء الله. يلا يلا يلا, يلا. محطه الشقب ونشوف السؤال. عامر وين صوت عامر؟ عامر ما اسمع صوته ولا طلع سؤال ولا طلع شيء. نعم فصفري. ايه نوخ الفكر وطابج. قولي لي يوارج ولا ما يوارج؟ الطير 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 ايه. شاهين الحر ننقلها فصفري. عدل؟ نعم عدل اكيد. ها عدل؟ لا عدل مو بعدل. ليش ننقل الطير فصفري بعد اللي افتح اللي افتح الوقت نقلناه عدل. انت شو تقول؟ ساعدني على نفس التلفزيون. انا اقول عدل الطير مثل عدل. ايوه وارج روحي. يلا يبا وارج يلا فزتي ب 1500 ريال ونروح للمحطه الثانيه. عاد الحين المساعده عندك ان شاء الله. تدري انا من متى اشارك؟ صار لي سنين معاك اول مره اشاركني والله. اي والله من متى؟ سنين سنين وانا اتابعك. محطة السودان. السودان يلا نشوف السؤال الحين يا شكرية وان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله الدونة. اقول له منطقة الجبل الاخضر هي يعني محمية طبيعية توجد في جزر القمر، والاديب يقول لي توجد في ليبيا. أنا أقول في مع الأديب أنتي. أنا الأديب هذه علي. أوكي أكيد مع الأديب. يلا مع الأديب. مع الأديب معاك. إيش دراش متأكدة يعني؟ إن شاء الله إن شاء الله. عطوها ماضيين في الأديب. إي والله الأديب طلع. شكرية. صار الحين معاش 3000 ريال وفي مرحلة أخيرة. تكملين ولا تنسحبين؟ والله يلا على الله. يلا على الله على الله. عطوا المحطة الأخيرة. جيت البدري على الله. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا شكرية. النفسية الحلوة والله. محطة المنصورة ونشوف السؤال الأخير. هلا شكرية. دبل 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 فلوس يا شكرية. دبل المخبى فلوس. تستاهلين يا شكرية. الله يخليك. 6000 ريال معلش بالعافيه. جميلين وحلوين. واحنا شلنا من عندك؟ باي باي. يعني هاي طرده يعني انت تطردنا. انت تعطي الناس ما تاخذ. ما دام في المخبى جديد باكر نعطي الله وياكم عمر. نشوفكم مع السلامه. تصبحون على خير. تصبحون على خير.